تعرف عليك؟ عادل ميكانيكي سيارات. انت منين؟ مع دكة هنا من يعني ساكن هنا من زمان؟ ساكن هنا فيكم الدكة ومن اهلكم الدكة والحمد لله كم الدكة مشهور عنها طول عمرها بالرجولة والادب. حيكم الدكة اللي احنا بقالنا 3 ايام بندافع عنه وبندافع عن الشرطة، مش الشرطة اللي بتدافع عننا، احنا اللي واقفين معاها. كوم الدكة فيها الشهامة والرجولة دي كلها يومين واحنا متبهدلين هنا، واحنا اللي بنحارب الناس، واحنا اللي بندافع عن الناس في كوم الدكة. وطبعا اي حاجة بتتحمى هنا الناس اللي بتطلع من بره والاذاعيين اللي هم مش مظبوطين والناس اللي مش مظبوطين يقول لك كوم الدكة بتقبض فلوس مننا. احنا بنقبض العساكر والضباط اللي كلها كل يوم كانت بتيجي هنا من تعبها يا عيني احنا بنجيب لها اكل. فعلا يعني خليني اقول لك اللي هو ناصر العبدي كان اشار في ان هو بيشكر اهالي كوم الدكه ويعني بيتكلم ده ناصر العبدي قال كل خير عن كوم الدكه لان شاف الخير بنفسه، شاف الناس واقفه معاه ازاي والناس اللي جايه اللي من كل حته الصياعه وقله الادب ومبرشمين ومبترلين وقابضين فلوس من الناس اللي بتخرب البلد هم اللي بيجي يهاجموا. يا ريت كل حيط كل الجمهوريه العربيه المتحده تعمل زي اهلكم الدكه تدافع عن منطقتها، بالتالي هنخلص من التخريب. اخر كلامي معاك، انا بوجه رساله لسياده الرئيس المحترم المؤدب محمد مرسي. انت راجل طيب ومحترم وكل حاجة ما اختلفناش، بس عايزك تقلب وشك التاني. يعني ايه وشك التاني؟ يعني تكون قليل ادب مع الناس دي وتكلمهم ببجاحة وتردع في الاحكام، والناس اللي عاملة التخريب الخراب الوطني ديت تجيبها وما تحطهاش للنيابة. شكرا. لا توديها نيابة ولا توديها محكمة، تعتقلها وتقطع لهم ايد والرجل ولسان، وانت عارف مين هم. وبالطريقه دي هتقدر تستقر البلد وتوقف الفساد ده كله، تقطعه من جذوره، والشعب معاك. حتى لو الناس ما بتحبكش هتبقى معاك لما هيلاقوك انت ماشي معاهم صح. عايز تشيل البلد دي وتنضفها ارضعهم، انت سامحتهم وعافيت وعملت معاهم كل طيب، لكن مش هينفع مع الناس اللي مخربه الدنيا. هاتهم ايد ورجل ولسان يتقاطعهم، بالتالي اي كلب من الكلاب اللي بتحارب البلد وما بتخافش البلد هيقف عند حده. وتنزل قانون الطوارئ باعتقالات، بقول لك لا تودي نيابه ولا محاكم، عشان اللي بيتمسك بيروحوه. من اسبوعين لما جه ولد هنا ومعاه اهلي، اما جه هنا من اسبوعين وضربوا المجلس المحلي كوم الدكه اللي دفعت، مسكوا معاه واحد معاه اهلي، الحكومه خدته من شهر او من شهرين تقريبا. الحكومه معاه آلي، عارف يعني ايه معاه آلي؟ ومعاه رصاص بالهبل. اخدناه وعطيناه للحكومه، الحكومه روحته. يبقى انت بيحاربك حاجات كتير وحشه، وعلى راسهم مش هقول القضاء كله، ثلاث ارباع القضاء يعني بتاع. خلينا طيب انا اولا اعتذر عن لفظ قليل قله الادب اللي هو قال عليه. ما قلتش انت طبعا مش ده رايك بيحاربك.